رابطه الدوري الانجليزي الممتاز اعلنت عن وجود 9 اصابات جديده بفيروس كورونا في انديه المسابقه. وخدوا بال حضراتكم الفيروس شكله للاسف شديد جدا راجع تاني. يعني الاخبار اللي بنسمعها من معظم المدن والعواصم في اوروبا بتقول انه في ارتفاع تدريجي في ارقام الحالات، مما ينبئ بسيناريو مش كويس. الحقيقه وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للبريمير ليج، فانه الفتره من 28 سبتمبر ولغايه 4 اكتوبر شهدت اجراء 1587 تحليل الكشف عن الفيروس بين انديه اللي بتشارك في المسابقه، لاعبين واجهزه فنيه طبعا. واوضح البيان انه في نفس الفتره دي تم اكتشاف اصابه 9 حالات جديده بفيروس كورونا، والحالات دي طبعا بيتم عزلهم لمده 10 ايام. والبيان ما كشفش الحقيقه عن اسماء عدد المصابين او الانديه اللي بينتموا ليها، وده الاجراء يعني متعودين عليه فيما يتعلق بكل البيانات اللي صدرت واعلنت وجود اصابات بفيروس كورونا. احنا اللي يمكن اللي عرفناه يعني ليفربول اعلن خلال الايام اللي فاتت دي يمكن عن اصابه ساديو ماني وايضا تياجو الكانتارا بفيروس كورونا، واعتقد انه الاثنين دول ساهموا. مش عايز اقول يعني ليفربول بيعتمد قوي على ماني، بس يعني احنا نتكلم على غياب 2 بس من اللعيبه من عيار التقيل، بالتاكيد كان فارق في بس مش مبرر للاداء السيء. مش مبرر طبعا، مش مبرر، ولا حارس المرمى مبرر. يعني هو الفريق كله ما كانش في يومه الحقيقه.